استقبل المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بمكتب سموه بالحرس الملكي صباح اليوم معالي السيد دانييل مارتنوف نائب رئيس جمهورية الشيشان الصديقة للشؤون الأمنية، نائب رئيس مؤسسة الحرس الوطني الفيدرالي لشؤون جمهورية الشيشان، والذي يزور البلاد حاليا لحضور فعاليات كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي والتي تستضيفها المملكة حاليا. في مستهل الاستقبال رحب سموه بنائب رئيس جمهورية الشيشان الصديقة للشؤون الأمنية ونقل له تحيات اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وتمنيات سموه له بطيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين. بعدها قام سموه الضيف بزيارة النصب التذكاري لشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم الزكية لنصرة دينهم ودفاع عن أرضهم ونصرة إخوانهم بجمهورية اليمن الشقيقة خلال عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، حيث التقط سموه معه صورة تذكارية من أمام النصب. ثم قام سموه ونائب رئيس جمهورية الشيشان بزيارة لمتحف قوة الحرس الملكية الخاصة، حيث وثق نائب رئيس جمهورية الشيشان كلمة له في سجل زوار المتحف. كما أطلع سموه الضيف على المنجزات العسكرية التي حققتها قوة الحرس الملكي الخاصة خلال الواجبات العسكرية مع قوة التحالف العسكرية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن الشرعية في جمهورية اليمن بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وكذلك مشاركتها الفاعلة في الحالات الإغاثية والإنسانية. بعد ذلك تبادل المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع الضيف الأحاديث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين قوة الحرس الملكي الخاصة والقوة الخاصة الشيشانية، مما يحقق الأهداف المشتركة التي تساهم في رفع الجاهزية القتالية والدفاعية ومواجهة جميع الأخطار وأوجه الإرهاب التي يشهدها العالم. بعدها قام سموه بإطلاع الضيف على آلية ذيب العسكرية التي صممها سمو وهو التي تعد واحدة من الآليات التي يستخدمها أفراد قوة الحرس الملكية الخاصة لأداء واجباتهم ومهامهم العسكرية، حيث أبدى نائب رئيس جمهورية الشيشان إعجابه بهذه الآلية. في ختام الزيارة شكر نائب رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمنية المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على حسن الاستقبال والضيافة، موجها في الوقت ذاته الدعوة لسموه لزيارة الجمهورية في القريب العاجل.